وابتدينا بقى رحله 3 ايام في صور وفيديوهات الاستاذ فاضل يشوفها يقول لهم طب لا اعطوا لي فيديو ما يبقاش ريل يبقى مشهد من اوله لاخره. الى ان جت المكالمه النهائيه بين الاستاذ فاضل عايز يشوفك فيس تو فيس. فرحت جدا ورحت، كانت الشركه في الشيخ زايد، جري انا مش مصدق استاذ فاضل. اصل كمان لما الحلم يتحقق او الفرصه تيجي ومع الاستاذ فاضل دي حاجه يا جماعه، ما اقسم بالله ان انا بكيت بالدموع وحياه ربي وحياه ولادي، بكيت بالدموع وجسمي كله اتنفض واشعرت وما صدقتش، لان انا كنت متاكد انهم داخلين خاص يصوروا كمان كام يوم يعني. وسبحانك يا رب. والاستاذ فاضل اول ما شافني بص لي كده قال لي بص يا محمد انت هتحلق شعرك، كنت انا عامل شعري بونيتيل بقى وكده ومربي دقني وشعري وشنبي، فقال لي هتحلق شعرك وشنبك ودقنك. قلت له الحلاق يا فندم الكوافير في العربيه ده موجود تحت في العربيه. وحصل فعلا وحلقت ووالد خس كمان، خس 10 كيلو ولا حاجه يا استاذ. ففرحت جدا ومتشكر لك جدا يا استاذي والله العظيم، شرف كبير جدا جدا. وابتدينا نصور رحله عظيمه كلها ابداع وفن وانا عايز اقول لكم يا جماعه اقسم بالله كنا تقريبا بنقعد في اللوكيشن 18 ساعه و20 ساعه والله العظيم بلا كلل ولا ملل ولا تعب، وعايزين نشتغل وبنحب الشغل. كل الناس اللي ورا الكاميرا قد ايه تعبوا وقد ايه صبروا، ناس كتير جدا من اصغر واحد في اللوكيشن لاكبر واحد في اللوكيشن. الاستاذ فاضل نفسه هذا الرجل القيمه والقامه، تخيلوا لما اشتغل 20 ساعه في اليوم يعني. وبصراحه كانت رحله ممتعه جدا جدا. وحتى النقد انا بسمي الجمهور هو السيد الجمهور، فهو من حقه ينقد ومن حقه يقول اللي هو عايزه وكل حاجه يقولها، ولكن من غير تجريح او من غير قله ادب ببساطه، لانه السيد الجمهور فهو من حقه. وبالعكس كل النقد اللي حصل على المسلسل كان حاجه كويسه جدا، كان في صالح المسلسل جدا على نسبه المشاهده، لدرجه كل الناس اتفاجئت نسبه المشاهده تقريبا تخطت ال 85% ودي حاجه عظيمه. فالحمد لله قوي 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 قوي. والمسلسل ده ببركه ربنا واجتهاد كل من المنتج الراجل ده برضو يعني هو كان، لان انا عرفت شويه معلومات بعد كده، الراجل ده برضو كان عليه ضغط كبير جدا جدا، وكانت مغامره منه ان هو يقف للمسلسل ده. استاذ محمد الغيطي ربنا كرمك ومبروك يا استاذ، وعقبال اللي جاي يا رب. يا انا انت جامده جدا يا انا قوي قوي. استاذه فردوس استفدت منها جدا ماما في المسلسل والله العظيم، ثلاثه قالت لي جمله او جملتين طبعا الله اكبر دي الاستاذه بتاعتنا، قالت لي جمله ولا جملتين كاني انا خريج المعهد قعدت فيه يمكن تقريبا 7 سنين ولا حاجه. الجملتين اللي قالتهم لي الاستاذه فردوس بمعهد كامل والله العظيم ثلاثه غيروا في طريقه تفكيري وتناولي لاي شخصيه اصلا بعد كده ان شاء الله رب العالمين. يعني استاذ محمد فاضل اقول قالت لي ما تشوفش حد في اللوكيشن، خش اللوكيشن ما تشوفش حد، ركز يوسف انت يوسف بس، اي حد انت بتشوفه انت باصص له من يوسف ومش شايفه. لو هو بيقول لك ولا بيكلمك ولا بيخرجك ولا بيطلعك ولا بيضايقك ولا بيحبك ولا اي حاجه ولا انت شايفه الهوا. ميرسي يا استاذه والله العظيم بجد ميرسي. استاذ محمد فاضل قال لي جمله برضو عظيمه غيرت فيا كتير جدا. الاستاذ احمد زكي الله يرحمه ويحسن اليه، الاستاذ فاضل قال لي ان هو قال لي كان بي 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 بيلبس بي 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 بيلبس الشخصيه او بيتلبس مش عارف جمله كده فيها يعني معناها برضو انه بيفصل تماما عن الكون طول ما هو الشخصيه اللي بيلعبها. فشكرا يا اساتذه ويا رب عقبال اللي جاي مبروك. استاذ عمرو عبد الجليل ده الاستاذ عمرو بقى شكرا لحضرتك، المدرسه الكبيره اللي كلنا بنتعلم منها. اتفضل حضرتك بقى يعني لازم نسمع.